بعد كده ابدا اروح يا شباب اشوف، ابدا اشوف توزيعه الكاميرات عندي، ابدا اشوف توزيعه الكاميرات عندي في المخططات. زي ما قلنا في كل الانظمه، اول حاجه هبدا اركز عليها ان انا اشوف عدد الادوار في هذا المبنى، بتبقى موجوده دايما هنا على اليسار اهو اهو، ال مثلا او ليفل بي بيزمنت، بعد كده زيرو، بعد كده ليفل 1 تمام، بعد كده ليفل 2، ليفل 3، 4، 5، 6 تمام، 7، وبعد كده الليفل بتاع مين؟ الفلور. حلو، خلاص شفنا الادوار. طيب ممتاز. وبعدين وبعدين يا باشمهندس هقعد ادور على الغرفه اللي فيها التحكم الرئيسي، اللي هي ايه؟ تتحكم في النظام عشان ابدا منها، اللي هي هنا فيها السيرفر اهي. طب دي موجوده فين يا باشمهندس؟ في ليفل 1. ليفل 1 فيها ايه؟ اهو فيها جهاز كمبيوتر اللي هو السيرفر، اللي هو الفيديو مونيتورنج اند مانجمنت. تمام، ازاي اعمل عمليه مانجمنت، اداره للنظام المين؟ نظام الكاميرات الخاصه بي المراقبه اهو، بربط نظام اجهزه الكمبيوتر دي بربطها مع السي سي تي في راك اللي هو اللي فيه او داخله البوكسات بتاعه الان في ار، السي سي تي في راك ده اللي فيه الان في ار. طيب يبقى انا كده شفت الغرفه دي. طب وفي ايه تاني عندك هنا؟ في عندي الجزء بتاع الباتش بانل. ايه قصه الباتش بانل؟ احنا قلنا قبل السويتش ببقى مركب باتش بانل، قبل المين كور سويتش ببقى مركب باتش اللي بتوصل عليها كل الاسلاك، يبقى هنا لوكال اريا نتورك واصل عليها هنا الداتا باتش بانل، الداتا باتش بانل. يبقى خلاص ادي الداتا باتش بانل اللوحه الرئيسيه، وادي جهاز الكمبيوتر السيرفر، وادي الان في ار اللي هو سي تي في ايه باك. في نفس الدور ده انت واخد سلك اهو اهو، واخد من اول واحده من الباتش بانل رايح كده رايح على سويتش في الدور الاولاني اهو، سويتش. السويتش ده خلي بالك، السويتش ده اهو تاني، السويتش ده واخد كابل رايح بيه فين؟ رايح على الراك. الراك ممكن يبقى عندي واحد ان في ار، ممكن يبقى عندي اثنين ان في ار تمام، رايح على الراك. وبعد كده واخد سلك رايح فين؟ رايح على السيرفر، رايح على السيرفر. طيب وبعدين انا مغذي اصلا السويتش ده من فين؟ مغذي السويتش ده بياكل ويشرب كهرباء من اليو بي اس، الان انتربتبل باور سبلاي، زي البطاريات كده، وبيبقى موجود اصلا هنا داخل الراك في بطاريات داخليه، بس انا بغذيه هنا في المشروع ده من سنترال باتري او من يو بي اس مركزي، اقدر اغذي بيه النظام ده عشان اضمن ان الاجهزه دي تمام مش هتفصل معايا. طبعا دي بتبقى كابل رايح على اللوحه اللي اسمها يو بي اس، اللوحه اللي اسمها يو بي اس دي لوحه بتشتغل اصلا في حاله النورمال من النورمال من المحول، ولو فصل بتشتغل من الجنريتور، فبالجنريتور لسه هياخد وقت، فهي بتشتغل من مين؟ من البطاريات. فانا ضامن ان اللوحات دي مش هتفصل حتى لو قطعت الكهرباء عن مين؟ عن المبنى، او جايب يو بي اس بطاريات كامله بتاعت يو بي اس وموصلها اصلا كل يو بي اس بمين؟ بسويتشات او بلوحه اللو كارنت بتاعت. طيب واخد هنا سويتش، واخد هنا سويتش، السويتش ده رايح منه رايح بكابلات كات 6، واحنا قلنا في كات 6، كات 6A، في كات 7، رايح هنا للكاميرات اي بي سويتش تمام. بعد كده كاميرا واحد، هنا سويتش ده مثلا مسميه اي بي سويتش 4، خلي بالك اي بي سويتش 4، هتلاقي ليه مسمي مثلا سويتش 4 هنا بادئ اهو تحت من الدور الارضي او من البيزمنت القبر اهو، مديني اي بي سويتش 1 حسب بقى المصمم مسميه، هو بادئ من تحت، الدور اللي تحت ده عليه سويتش اسمه اي بي سويتش 1. طب الدور اللي بعده اللي هو ليفل كام؟ ليفل 0، شكله كده في 2 سويتش، ايوه في 2 سويتش اهو، اي بي سويتش 1، بعديها سويتش 2 في الدور ده، بعد كده سويتش كام؟ 3 اهو، في اي بي سويتش 3، يبقى الدور ليفل 0 في 2 سويتش. طيب ليفل 1 في سويتش، يبقى 1 2 3، يبقى الليفل ده كام؟ السويتش كام ده؟ سويتش 4، يبقى اي بي سويتش 4. طيب بعد كده الدور اللي بعده سويتش 5، الدور اللي بعده سويتش 6، الدور اللي بعده سويتش 7، سويتش 8، وهكذا. جه في الدور ده اهو برضه عامل سويتش تمام 9، يبقى في دور فيه 2 سويتش، في دور فيه 2 سويتش، انا هنا عندي 2 سويتش. طيب يبقى انا شفت ايه؟ شفت عدد السويتشات بتاعتي اللي موجوده في داخل المبنى، يبقى انا دخلت اهو سويتش 1، بعد كده الدور اللي بعده 1 و2، خلينا في الدور اللي احنا فيه السيرفر ده اهو سويتش 4، يبقى هو خد رقم للسويتش اي بي سويتش 4 على اول كاميرا اهو السلك طالع من السويتش 1 تمام، او السويتش 4 ده رايح لاول كاميرا فسميتها كاميرا 1، بعد كده اخد سلك اروح لكاميرا 2، اروح لكاميرا
كاميرا 3، كاميرا 4، وهكذا لحد ما اغطي كل الكاميرات اللي موجوده في الدور. اخر كاميرا هنا كانت كاميرا 10. يبقى انت لو بصيت كده على الرسمه دي، اي بي سويتش اس دبليو رقم 4، يبقى ده سويتش رقم 4 في المشروع. يبقى فيه لازم تدور على 1 و2 و3 فين؟ كاميرا رقم 10. يبقى انا كده عملت حصر بالكاميرات ووضحت الشكل اللي موجود عندي بالتفصيل. طيب تعالى نروح للدور، اي دور مثلا ليفل 6. طيب ليفل 6 اهو، ليفل 6 عندي اسم سويتش اي بي سويتش 8 متغذي برضو من اليو بي اس. طيب السويتش ليفل 6 ده فيه كام سويتش؟ لسه اهو مش عارفين. ادي ليفل 6 اهو، في 1 2 3 4 5 اهو. لو انت بصيت كده اي بي سويتش ومغذي مين؟ شويه دول اللي هم الخمسه دول. تلاحظ هنا السويتش ده تمام عدد البورتات بتاعته كبير، والراجل سايب رقم كبير فيه اهو. يعني انت لو بصيت هنا واخد على البورت ده 5 كاميرات، واخد على البورت ده 5 كاميرات، كلهم 10 كاميرات. هتلاقي ادي 10 وادي واحده 11 12 13 14 15 16 16 في 2 ده بورد. السويتش ده 32 بورد، هو مستخدم فيه 10 كاميرات بس، ده 32 بورد. وتلاحظ هنا البورتات دي هي المخارج اللي هتوصل عليها الكاميرات. طب والبورت اللي تحت ده؟ ده يا حبيبي يا باشمهندس يا اللي مركز، بيبقى عباره عن بورد بوصل من السويتش الفرعي اللي هو سويتش 8 ده للسويتش الرئيسي. واحنا قلنا 100 مره بوصله ازاي؟ بوصله فايبر اوبتيك كيبل، بربط بين السويتشات وبعض بكابلات فايبر يا شباب اهو. لو انا نزلت تحت كده اهو، رحت لللان، في هنا في الباتش بانل زي ما قلنا في حاجه بنسميها باتش كورد. يبقى انت واخد من المين كور سويتش رايح للسويتش الفرعي من خلال فايبر اوبتيك كيبل. يبقى انا مربط بالسويتش الرئيسي مع السويتشات الفرعيه من خلال كابل فايبر، وبعد كده واخد من السويتشات الفرعيه للسويتشات للكاميرات من خلال كابلات. هنا في المشروع ده كان كات 6 اي او كان كات 6 كيبل. طيب تعالى نبدا نشوف، ده كله كانت كاميرات داخليه. تعالى نبدا نشوف الكاميرات اللي على الروف. طبعا هنا على الروف هو الراجل جايب فايبر اوبتيك كيبل وعامل ايه؟ عامل ايه؟ جايب هنا ادي سويتش 9 وسويتش 10. سويتش 9 ده واخد منه 3 كاميرات على سويتش، وبعد كده واخد 4 كاميرات تاني على سويتش. طبعا ليه بستخدم القصه دي؟ واحد يقول لي طب انت ليه انا استخدمت سويتشين؟ لان الكاميرات دي بتبقى موجوده على السور على المبنى نفسه من فوق في البارابت تمام؟ فاعلى نقطه، فانا بيبقى المسافات طويله، فانا زي ما شرحت قبل كده كابلات اليو تي بي بتبقى عندي مثلا 90 متر، فمين اللي يقدر يتحمل معايا ان انا الف بيه ان انا اجيب كابل فايبر؟ مش هيحصل ديكاي في السجن. فبالتالي انا حطيت ايه؟ يعني واحد يقول لك طب ليه احنا حطينا 3 كاميرات على سويتش واربعه على سويتش؟ بس السويتش ده زي ما انت قلت 36 بورت اهو، 36 بورت مستخدم منهم ثلاثه بس. فهقول لك القصه بالنسبه لي هنا المسافات، يبقى حسب الديزاين بتاعي وحسب توزيعه الاماكن بتاعه الكاميرات، لان المفروض هنا ببقى عارف اللينس اللي انا بمشي بيه من السويتش اللي موجود في الغرفه بتاعت اللو كارنت لحد الكاميرا. انا بوصل هنا بكابل يو تي بي كات 6، يبقى لازم ابقى عارف الماكسيمم ديستانس الالاوبل بناء على شركه اللي هتركب الكاميرا. هيقول لي والله يا اسطى اقصى عدد من الامتار 90 متر 100 متر وهكذا. طيب يبقى انت كده غزيت من 2 سويتش على الروف وعرفنا اهو. طيب السويتش ده اسمه اي بي سويتش 9 والتاني اي بي سويتش 10. طيب طالع منه 3 كاميرات راحت للكاميرا تغزل السويتش ده كابل داتا يو تي بي. طيب هتلاحظ ان هنا الكاميرات بس اللي على الروف بدا يظهر مع الكاميرا تغذيه باور، لان زي ما قلنا او زي ما انت شايف كده اهو، الكاميرا اسمها ايه؟ اي بي سويتش 9 اللي هو السويتش اللي راكب عليها، كاميرا رقم 1، نوعها ايه؟ اهو نوع الكاميرا بي تي زد كاميرا، بي تي زد كاميرا بان دلت زون. يبقى لازم دي بتتحرك، عشان تتحرك يبقى انا هغذيها بكهرباء. يبقى كل كاميرا من دول هتاخد باور تمام عشان تغذي ال 24 فولت اي سي باور سبلاي بتاعها، بغذيها من اليو بي اس بتاعي تمام. يبقى انا هنا بغذي كهرباء 24 فولت للكاميرات اللي موجوده على الروف البي تي زد. يبقى الفرق بين الكاميرا العاديه بتاخد كابل ايثرنت اللي هو اليو تي بي بس، اما الكاميرا اللي على الروف اللي هي البي تي زد بتاخد كابل ايثرنت وبتاخد كابل باور عشان هي موتورايزد، بقدر احركها بان تلت زون او افقي وراسي، واقدر اعمل زومنج من خلال هذه الكاميرا. يبقى انت بصيت على المخطط، صورت فين الغرفه الرئيسيه اللي محطوط فيها سيرفر اللي هو بيعمل المونيتورنج والمانجمنت، شفت فين النظام الرئيسي اللي هو الخاص بالراك اللي بيبقى موجود فيه الان في ار حسب الشرح اللي احنا شرحناه، وخدنا بعد كده الان في ار ده واصل بالنتورك او واصل من خلال اللوكال اريا نتورك او الداتا باتش بانل، واخد من الباتش بانل على السويتشات الفرعيه، وبعد كده واخد من السويتشات الفرعيه مغذي الكاميرات وعامل ترقيمك حسب الادوار. كده انت فهمت المخططات الخاصه ب
بانظمه تمام كاميرات المراقبه اللي هي CCTV.